روان، يعني بيسعدنا اليوم نستضيف السيد صالح الكردي وهو مدرب في التنمية البشرية. بنحكي عن البادي لانجويج أو لغة الجسد، موضوع مهم جدا لحتى نتعرف ونعطي امبريشن أو انطباع أحسن عن حالنا سواء في مقابلة عمل أو سواء في التعامل الاجتماعي. صباح الخير صالح. يسعد صباحك هيثم. أهلا وسهلا ورد فيك. صباح جميع المشاهدين ورد إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. بداية صالح، يعني موضوع البادي لانجويج كلنا يعني حتى لما الواحد يبلش يفكر في الموضوع بلش يتوتر، بلش يعني حتى أنا هلا عم بحكي عن موضوع البادي لانجويج أو لغة الجسد، بلش الواحد ينتبه على حاله كيف لازم يقعد، كيف لازم صحيح. يتحرك، قديش إيديه يحطهم هون هون، شو لازم إنه يعمل. فهي فعليا إيش هي لغة الجسد؟ هلا لغة الجسد هيثم هي عبارة عن انعكاس للحالة العاطفية على حركات الجسد. هلا ممكن إنه يصاحبها كلام وممكن إنه ما يصاحبها كلام. طب ليش أحيانا بتكون مرافقة للكلام؟ لأنه العقل الباطن بلش يعطي إشارات لحركات الجسد إنه تحركي عشان تدعمي الألفاظ اللي عم بتم الحديث عنها أو نقلها. وهون هيثم إذا بتسمح لي بدي أرجع لدراسة لعالم اتصال أو نفس أمريكي اسمه ألبرت مهربيان بجامعة هارفارد، بيحكي لي إنه الاتصال عبارة عن نوعين، اتصال لفظي وهو عبارة عن الكلمات المنطوقة ما بين أطراف الاتصال، والاتصال الغير لفظي واللي هو عبر عنه بشغلتين، اللي هو نبرة الصوت وعطاها نسبة 38% من الاتصال، وعن البادي لانجويج أو لغة الجسد وعطاها 55% من الرسالة أو من عملية الاتصال. وحكالي أنه مهما أو لو اختلفت الكلمات العقل بيميل لتصديق لغة الجسد. عشان هيك احنا عندنا القدرة انه نتحكم بلغة جسدنا، كمان لغة جسدنا عندها القدرة انها تتحكم فينا اذا احنا ما كنا اشخاص محترفين. وفي عندي دراسة ثانية بتحكي انه 80% من عملية الاتصال بين الناس بتتم بشكل غير لفظي. يعني لغة الجسد شيء جدا مهم، الناس حاليا قاعدة عم تبحث عن هذا الموضوع وعم تدرس عنه وبتحاول انها تفك رموز هي اللغة عشان تقدر تعبر عن اتصالها مع الآخرين بشكل أفضل وتفهم الآخرين كمان بشكل أفضل. نعم، دليل أنه الشخص ممكن يتعامل مع شخص بتحدث لغة ثانية هو ما بتحدثها وبفهمه وبوصل له الرسالة، بوصله شو هو بده عن طريق الحركات والإيماءات والأشكال اللي ممكن صحيح. أنه يتعامل فيها بدون ما يكون فعلا هو عم يحكي معه باللغة نفسها اللي هو بيستخدمها. إيش أهم إشي في لغة الجسد صالح؟ يعني ما نفكر نحن أهم إشي إنه أنا أراقب حالي ولا أراقب الناس أو أتحكم في لغة جسدي. هلأ بدي أحكي شغلتين هيثم. أول شغلة، أي إنسان عنده عقلين من خلالهم بيستقبل المعلومات. نعم. العقل الأول اللي هو العقل الواعي أو العقل خلينا نحكي الظاهر مسؤول عن تحليل الأفكار. هذا العقل بيستقبل 7 معلومات زائد ناقص 2 بالثانية الواحدة، يعني ممكن تحكي لواحد أو لشخص 1 + 1 بيحكي لك 2. هون استخدم عقل واعي. الجزء الآخر أو العقل الثاني اللي بنستقبل فيه المعلومات اللي هو العقل اللاواعي، وهو ويستقبل 2 مليار معلومة في الثانية. يعني مسؤول عن درجة الحرارة، عن الضغط، عن المسافة، الألوان والبادي لانجويج. فأنت بتصير تفسر لغة الجسد للشخص المقابل لا إراديا باللاواعي كما تم برمجة هذا العقل عليها. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وقبل ما أحكي عن حركات الجسد وهي الأمور كلياتها، لازم أتبع قاعدتين مهمات جدا. القاعدة الأولى أنه ما تتعامل تعامل مع لغة الجسد على أساس أنها ظاهر، تمام، وعليك التأكد من حقيقته. يعني مثال، ممكن يجينا شخص يقعد معانا هسه هيثم يهز برجله، هلأ تفسيرها بلغة الجسد أنه هذا الشخص متوتر. نعم. ولكن من خلال المحتوى اللفظي للكلام لما أخذت ودردشت أنا وياه، الشخص كتير رايق وبيضحك ومبتسم، فهي طلعت عنده عادة أنه بيهز برجله. نعم، أنه ما نحكم على الأشخاص مباشرة. نعم بالضبط، احكي وخد واعطي وشوف شو حالته المزاجية وهي الأمور كلياتها، لأنه هو زي ما حكينا انعكاس الحالة العاطفية. نعم. وعلى فكرة بتظهر عند النساء أكثر من الرجال لأنهم عاطفيات أكثر. جميل، يعني ممكن الرجل يتحكم بالبادي لانجويج تاعته أكثر. يس، يعني ممكن أنه بتتفرج على صبية مباشرة ببين عليها أنها معصبة. هلا ممكن يكون الرجل يعني من جوا وضعه جدا مبكي ولكنه مش مبين عليه. القاعدة الثانية هيثم، يجب علينا دراسة المجموعات. مثال، هلا بلغة الجسد أنه إذا الشخص سألته سؤال وتفرج على جهة الشمال، تمام، هذا معناته أنه بيكذب أو عم بيخبي إشي أو مشتت.
هلا اذا انا حكيت مع شخص وتفرج على لغته على الجهه الشمال لا يعني انه مشتت او غير صادق، تمام؟ هلا تفرج على الشمال في عنده انغلاق، حاط رجل على رجل، تعابير وجهه مش مزبوطه الى اخره، هذا كلياته ممكن انها تكون لك مبرر اذا تراكمت هالمجموعات مع بعض ندمجها نطلع بنتيجه ممكن تساعدنا على تبرير موقف الشخص اللي قدامنا. هلا بدنا نفك حركات، خلينا نفك رموز الحركات، وراح ابلش بتعابير الوجه. تعابير الوجه انت ممكن تتفرج على شخص ممكن تعرف من تعابير وجهه انه حزنان او فرحان او غضبان او مثلا متقزز من شيء معين. ولكن انا هون صالح الكردي بحكي لغه الجسد او لغه الوجه عفوا تتلخص بالابتسامه. الابتسامه هيثم معدي هيك عم تضحك طبعا انا يعني وجودك يعني الله يسعدك الحلو. الابتسامة معدية يا هيثم، مجرد ما أنك تبتسم بوجه أي شخص ابتسامة صادقة طبعا نابعة من القلب على طول ببادلك فيها، وهي أقصر مسافة ما بين شخصين. بالإضافة أنه الكشرة والزعل وعدم الابتسامة هي عبارة عن إشارات بيرسلها الجسم للعقل، بيحكي له أنه هذا الشخص عم يمر بظرف صعب، فبيروح العقل بيحكي للغدة الكظرية افرزي كورتيزون لأنه متوتر. فأقول أنه الكورتيزون هو أصلاً مادة مسؤولة عن التوتر، فبتوتر الشخص. مجرد ما زاد إفراز هذه المادة بيثبط عنا جهاز المناعة وبتصير عرضة للمرض. نعم. فلازم نبتسم. طبعاً يعني التوافق النفسي والعضوي بين صحيح. الأفكار وانعكاس هاي الأفكار على جسمنا وعلى حركاتنا هذا إشي يعني مفروغ منه، إشي مترابط 100% ولازم ننتبه له بشكل كويس، نراقب أفكارنا ومش بس نراقب أفكارنا نراقب حركاتنا صحيح من خلال عقلنا الواعي. نعم، لأنه إحنا من خلال عقلنا الواعي إحنا نراقب أفكارنا منسيبها بالعقل اللاواعي ومنبرمجها هناك، فمنصير نستجيب للظروف أو المواقف بناء على ما تم برمجتنا عليه. طيب صالح احنا معنا 3 دقائق. الأشخاص بشكل عام يعني كل الأشخاص العاديين بيحكموا على الشخص من خلال لغة الجسد ومن خلال شكله ومن خلال كل الأمور المتعلقة فيه، فكيف نحن بندرب حالنا ما نحكم على الشخص، وفي الجهة الأخرى كيف نحن بنتحكم بلغة جسدنا لأنها تعطينا الانطباع اللي نحن بحاجة أنه نعطيه. مثلا ما أفوت على مقابلة عمل مثلا وأنا متوتر، أو ما أفوت على مجلس معين ويتاخد عني الانطباع اللي أنا ما بدي أني أعطيه. صحيح. هلا أول إشي لازم علينا بشغلتين، المعرفة والتدريب، نعرف شو يعني هاي الرموز ونبلش أنه نتدرب عليها. يعني أي عملية انغلاق بالجسد تعني عدم تقبلك للموضوع ورفضك ليله. التقبل لازم أغير، أنا أعمل هيك لازم أغير على هو هاي برجع بحكي شاهد وليست حقيقة، مش بالضرورة أنت مرتاح أنا عارف. فممكن انغلاق بالإيدين، ممكن أنه يكون شخص متكتف أو حاط رجله، هذا كلياته يعني عدم قبولك للموضوع، فلازم لما تقعد تكون مرتاح. اوكي وفي كثير شغلات لها علاقه، خلينا نحكي بالمصافحه لها علاقه بلغه الوجه زي ما حكينا، لها علاقه بكثير امور. يعني الحديث كثير كبير هيثم يعني. طبعا طبعا نعم. اهمها بجوز يعني انا شخصيا بنتبه للاتصال المباشر البصري. صحيح. يعني احيانا كثير للاسف بلاقي حالي عم بحكم مسبقا على شخص ما بيعطيني اتصال بصري بانه مثلا الموضوع مش مهم بالنسبه له، او هو نفسه ممكن يكون عم بيخبي شيء او ضعيف الشخصيه. على فكره هيثم اهم شيء بعمليه الاتصال اللي هو التواصل بالنظر، لانه في مثل بيقولنا العين مغرفه الكلام، لازم انك لما تتفرج دائما تعمل تواصل بالنظر لانك تشعر الشخص المقابل انه هو شخص مهم بالنسبه لك وهو محور اهتمامك. نعم. بس ما تجحره. تمام. ما تحسسهم انه انت عم تجحر فيه، لا خلي تواصلك في عندك تتابع بالنظر، وعشان ما يكون يفكر انها جحر دائما خلي يعني عينك تتفرج على حوالين الوجه مش بس على العيون. نعم نعم جميل جدا. يعني معلومات كثير مهمة صالح. في النهاية إذا بدي أجمل الشخص اللي فعلا هو حابب أنه ينتبه لحركاته للغة جسده، إيش بننصحه شو بنحكي له؟ ننصحه أنه أول إشي اعرف ثقافة الشخص المقابل، لأنه باختلاف الثقافات تختلف تفسير لغة الجسد. يعني مثلا عندنا بالأردن أنت لما تسلم على واحد بإيدتين انه انت كثير قريب منه ومشتاق له. نعم. بس بمحل ثاني برا الاردن بتسلم بايدتين معناته انت اضعف من هذا الشخص واخضعت نفسك للشخص المقابل لانه هو مد ايد واحده وانت مديت ايدتين. تمام. في عندنا مثلا اذا انت بتسلم بهذا الشكل هذا معناته انه انت متكبر على المقابل. نعم. اذا انت مثلا بتسلم بهذا الشكل انت اخضعت نفسك للشخص المقابل.
في عندك سلام الهاند كراشر بيحكوا له، او لما تسلم بتحس انه كسر لك ايدك. بحس فانا مش جاي اطاوش بصراحه، انا جاي احكي في رساله يعني. بحس الشخص اللي بشد بقوه يعني اقوى من المعتاد، بحس في رساله معينه بده يوصلها. صحيح. ببلش اخذ حذري، فالموضوع يعني معقد. ما هي لا هو مش معقد، هو بسيط. احنا لو نعرف الامور هي كلياتها نبلش نتدرب، نلاحظ على حالنا واحنا عم جالسين او احنا عم نتكلم مع شخص او كذا، نبلش نلاحظ على حالنا، حتصير لا تلقائي، تصير تلاحظ على الآخرين وتبلش تفك هاي الرموز كلياتها. جميل. في سؤال خاص من الجاليري اللي بسلم بطراف أصابعه، شو هذا بيحكوا له الديدفش، زي كأنك ماسك سمكة. صح، هذا هو. ما بتحس يعني بتحسش في التفاعل؟ يس، بتحس انه يعني قرفان. اوكي يعني ما بده يسلم، او انه عاد اطراف اصابعه. هذا السلام خاطئ على فكره. السلام الصحيح انك تسلم بملء القبضه، تمام، وتحط ابهامك على اللحم الموجوده من هون عند ايد الشخص المقابل وبشكل متساوي. نعم. جميل جدا. صالح بدي اشكرك، يعطيك الف عافيه، وان شاء الله يعني موضوع على فكره يعني مثير للخيال ومثير يعني كمان للافكار. ان شاء الله بنحاول انه ناخذ فقرات اخرى لاحقا نكملها. ان شاء الله. الي الشرف اخوي هيثم. الله يخليك. شكرا كثير ويسعد صباحكم. الله يخليك. شكرا للمتابعه، ما تنسوا تشتركوا في القناه لحتى يوصلكم كل شيء جديد.